مهم. وبالمحاضرة السابقة والدي رسمت لكم الويف فانكشن، تذكرون وقلت لكم هنا ربع موجة وهنا موجة كاملة وهنا موجة وربع، تذكرون وقلت لكم هنا هاي مناطق هنا يتواجد الالكترون. نعم دكتور. حسوني واضحة؟ واضحة دكتور، حسب البساية إذا كانت اثنين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره. ممتاز، هاي كلها شرحنا. اليوم بهاي محاضرتنا ولدي احنا نرجع الى اول كلام قلتاني. ايش قلت؟ قلت انه دائما نشتغل ويف فانكشن والانرجي. اشتقيت لكم الويف فانكشن، راح يجي احد زملائي يقول وين الانرجي؟ اقول له هسه راح اشتغل الانرجي. نبلش بالانرجي. من تبدي معادله الطاقه؟ طبعا معادله الطاقه من اوجد الطاقه، ارجع للمحاضر شويه على المحاضره السابقه، هاي معادلة الجراوند ستيت، الويف فانكشن للجراوند ستيت. بساي 1 اف اوف الاكس جذر 2 على اي، هذا الكونستانت ساين باي اكس على اي، هاي المن للجراوند ستيت. يجي زميلكم يقول هاي ويف فانكشن هم اكو طاقة للجراوند ستيت؟ اقول له اي اكو للجراوند ستيت، اكو ويف فانكشن واكو طاقة للجراوند ستيت. هسه الطاقة راح اشتغلك اياها. نجي للمعادلة الثانية بساي 2 هاي بالفيرست اكسايتد ستيت، الحالة المتهيجة الأولى، مستوى الحالة المتهيجة الأولى، هاي الويف فانكشن دالة الموجة جذر 2 على اي اللي هي كونستانت ساين 2 باي اكس على اي. راح يزميلكم يقول اكو إلى طاقة؟ قل له اي هسه راح اشتغلك الطاقة مالته. اذا كل ستيت يعني كل حالة او كل فيرست او كل ليفل إلى ويف فانكشن وإلى انرجي. واضح هذا الكلام؟ حسوني واضح دكتور. خديجة واضح دكتور. الويف فانكشن للحالة الأرضية بساي أوف الون جذر 2 على أي ساين باي اكس على أي، هاي المن للحالة الأرضية، هاي الويف فانكشن. أنا قلت بالمحاضرات السابقة شغلنا كله ويف فانكشن وانرجي. يجي أحد زملائكم رضا اللي حكى آخر شيء ما قدرت أجاوبه، ما لحقت أجاوبه، هسه يقول لي أنت اشتقيت الويف فانكشن للحالة الأرضية. طيب الطاقة مالتها وين؟ أقول له هسه راح اشتغلك الطاقة للويف للحالة الأرضية للجراوند ستيت. إذا كل حالة كل ستيت أو كل يسموه كل ليفل إلى ويف فانكشن وإلى انرجي. هسه نجي نشتق ولدي نشتق الحالة الانرجي، نشوف ناخذها بصورة عامة بعدين نطبقها على حالة حالة. طبعا ابتداء من هنا تبتدي. اليوم أنا دزيت المحاضرة أعتقد مال الإنرجي الهاني الصبح دزيت اللي هي في الظاهر هو شوية مريض ما دزلكم إياها وهسه دزلكم إياها إن شاء الله. دزلنا إياها دكتور. أوكي يلا بارك الله فيك. الإنرجي أو بارتيكل إنبوتس، هسه مثل ما اشتقينا الويف فانكشن شوف شلون مفسخانة على يعني بسهولة. شلون اشتقيت الويف فانكشن؟ هسه اشتغلك الطاقة، معادلة الطاقة من تبدي من الكي. شوفوا هذا الكي، طبعا الكي ماخذيه هسه راح تاخذوه بالصليب مرحله رابعه يساوي باي على اي، هذا ثابت متجه الموجه. الكي قانونه باي على اي، نخليه لان لان احنا عندنا بالميكانيك الكم ستيت حالات، خليه لان صار ان باي على اي، هذا قانون ثابت قانون ثابت. الان احنا ايش قلنا؟ الان قلنا تبتدي من الواحد واثنين الى ما لا، ما تبدي من الصفر، واتفقنا على هذا الاتفاق. صحيح حسين؟ حسون اتفقنا يا صحيح دكتور. لأن إذا صفر قلنا الثاني يصير صفر. ممتاز ممتاز بارك الله فيك. نرجع للبي. نرجع للبي. ولدي اكو بعض الطلاب قالوا ليش مركز على فقط حسين؟ أنا ما أقدر كل ساعة أقول اسم بناتنا، هم بناتنا فلانة وفلانة، فحسين شوية سهل على لساني وهاني مريض اليوم، ربي يوفقكم. هسا نرجع للبي. رضا البي قانونها شو يساوي؟ ايكوال اتش بار كي، هذا متفقين عليه بالفري بارتيكل وجسيم في صندوق. نرجع خلي لها الان البي، البي سب ان، طبعا هذا المومنتم بي سب ان شو يساوي لنا؟
H bar KN أرجع ويساوي ال H bar أنزلها ال KN شو خلي مكان هاي ال KN أنزل هاي ال KN أرتبها جيب ال N اللي هنا صارت N H bar باي على A باي من هي هذا ال P هذا ال P شوفوا N H bar باي على A طيب إذا أريد ال P هاي من هنا ال N أعطيها واحد P step one شو يساوي لنا أنطي يعني ال N هنا واحد صارت باي H bar على A أنطي ال P اثنين يعني ال N أنطيها اثنين صارت اثنين باي H bar على A أنطي ال P ثلاثة ثلاثة باي H bar على A أرجع إلى العلاقة المتعارف عليها واللي الكل يعرفها التوتال إنيرجي شو يساوي التوتال إنيرجي الكينيتيك إنيرجي زائد البوتنشيال وإحنا نعرف إنه البوتنشيال في داخل الصندوق اتفقنا عليه زيرو إذن الـ E ساوت الـ T الـ E ساوت الـ T التوتال إنيرجي راح تساوي الكينيتيك إنيرجي بوتنشيال إنيرجي ماكو جهد إذن الـ T بما إنه الـ T يساوي نصف mv سكوير نضربها بm على m هاي متفق عليها M سكوير V سكوير على 2M صارت P سكوير على 2M هاي من هي P سكوير على 2M اللي هي الـ E ساوت الـ T 2 عاتن M مال E والـ T احنا ناخذها الـ E طيب احنا كوانتم عندنا E sub N شو ساوي لنا P سكوير sub N على 2M P سكوير sub N على 2M نرجع نشوف الـ P سكوير sub N شو يساوي البي سكوير صب ان هاي يساوي هاي بي سكوير صب ان هاي بس نربعها ان اتش بار باي سكوير على اي كلها تربيع ربعناها ان سكوير باي سكوير اتش بار سكوير 2 ام هاي بالمقام انزلها والاي من هنا من تتربع اربعها هذا شنو هذا معادله الطاقه بصوره عامه جنرال بصورة عامة ما أعرفها ليها مستوي ليش لأن أنا منطل N واحد واثنين وثلاثة وأربعة يجي زميلكم حسين أو مصطفى أو هاني يقول انطيني إياها للجراوند ستيت قبلها بسيطة بس حط N واحد لا تخليه صفر مثل ما متفقين انطيها واحد انطاها واحد وين ما يلقى N ينطيها واحد انطل N هنا واحد واحد من يتربع يبقى واحد نزلها تنزل باي سكوير اتش بار سكوير على 2 ام اي سكوير المن هاي للجراوند ستيت يجي زميلكم الاخر شو يقول يقول يابا انطيني اياها للفيرست اكسايتد ستيت اقول له انطيها ايش قد تنطيها للفيرست اكسايتد ستيت يعني الجراوند ستيت هي واحد اللي يجي وراها 2 يعني الفيرست اكسايتد ستيت حاله المتهيجه الاولى منطيها 2 طيب نجي من انطيها 2 هنا نطبقها هنا 2 تربيع صارت 4 باي سكوير نزلنا الباي سكوير اتش بار سكوير نزلناها على 2 ام اي تنزل 2 ام اي سكوير انتبه لهاي المعادله الكل ينتبه لهاي المعادله هاي معادله شو اسميها مصطفى يا معادله هاي ترى المعادله المعتمده الاولى ها ترى معادله الطاقه لل ان يساوي 2 اي ان يساوي 2 اليا حاله الحاله الارضيه لا يا وليد الحاله المتهيجه الاولى هاي الحاله الارضيه ارضيه 1 ارضيه يعني المستوى الطابق الاول كاتب لك اياها المتهيجه الاولى يعني الطابق يعني دكتور اذا الان واحد ذيك حاله ارضيه اذا 2 المتهيجه الاولى اي نعم شوف شلون تختلين هاي المحاضرة تعرفها بس يلا ما يخالف انتبه لهاي المعادلة مصطفى حسين اي نعم دكتور اية البنات هاي عليها تعليق خلي ورقة وقلم راح اثبت لك على هاي المعادلة ملاحظة شوف شلون اعرف هاي المعادلة الكل البنات موجودات اريد اسمع صوت شن اي نعم دكتور موجودات تراني على لحظة اسأل من البنات فلانة 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 ما موجودة اعتبرها غايبة حبابات انتبهن شلون اعرف هاي المعادلة بالامتحان راح اقول لك define this equation
عرف هذه المعادلة، سجل ملاحظة إذا عندك ورقة وقلم، راح شو تقول أنت؟ تقول هي معادلة the energy of first excited state، معادلة الحالة المتهيجة الأولى for particle inputs، لجسيم في صندوق، معادلة الطاقة للحالة المتهيجة الأولى لجسيم في صندوق. انتبه الملاحظات على هذه المعادلة، انتبه وليد الملاحظة، لا الإي انتبه، أربعة مع الاثنين أبريق ها حبابة عيدها شاعد الملاحظة والتعريف بابا التعريف دكتور انت شو اسمك منو؟ هاجر؟ نعم دكتور التعريف راح أحكيك إياه بالعربي وأعيده بالإنجليزي. التعريف هي ما أقول عرف هذه المعادلة، شو تقولين؟ تقولين هي معادلة الطاقة لجسيم في صندوق للحالة المتهيجة الأولى the energy particle inputs for first excited states. كيفك أي كلام بالإنجليزي، مرة منها أنا أقول بها مرة منها كيف. ملاحظات على هذه المعادلة، احسين انتبه للملاحظة، أربعة على اثنين، حسوني أقدر أختصرها أربعة على اثنين؟ أي دكتور عفية مصطفى أقدر أختصرها؟ بلي دكتور نقدر ورد. انتبه حسوني وانتبه مصطفى والكل ينتبه، هنا بالكوانتم وبالفيزياء ما أقدر أختصرها. ليش ما أقدر أختصرها؟ انتبهوا ليدي، شوفوا شلون هنا ملاحظة جدا مهمة، أربعة واثنين أمور رياضيات يقول نقدر نختصرها، بس الأربعة منين جاية وليدي؟ الأربعة جاية من الأن، قيمة الأن اثنين، قيمة الأن اثنين، اثنين ششير لي الحالة المتهيجة الأولى، صحيح يا موسى، وربعتها قطني أربعة، طيب أنا لا اختصرتها وياها لغيت قيمة الأن، يعني من يجي المقابل ما يعرفها انه الحاله المتهيجه الاولى، صحيح كلام يومس، هذا المعنى الفيزيائي، اما رياضيا تباوع لها تقدر تختصرها، بس اذا اختصرتها وطلعت لي اثنين ما يصير وليدي، لانه بعد اكو قيم راح تجي تطلع لثلاثه ونص، اربعه ونص قيمه، فماكو اربعه ونص ثلاثه ونص قيمه، صحيح يوم صحيح، وكما في المعادله اللي وراها سراح تجينا، واضح ولدي؟ إذن لا يمكن اختصار الأربعة واثنين. ليش ما نقدر نختصرها الأربعة واثنين؟ قلتها هالسؤال، لأن الأربعة راجعة من N سكوير، من أجذرها تبطيني N، يعني الN اثنين، يعني الحالة المتهيجة تشير إلى رقم المدار أو الليفل، إذا اختصرتها انتهى دور المدار، انتهى دور المدار، واضح وليدي؟ من هنا يأتي المعنى الفيزيائي لهذه القيمة، وراح أأكد لك إياها بالمعادلة اللي وراها. هاي أول ملاحظة، واضحة حسين؟ واضحة دكتور عفية. ليش حسون عيد لي إياها دكتور؟ إنه عندنا هذه معادلة فيزيائية وليست رياضية بالكوانتوم، فإذا اختصرنا الأربعة ما راح تعطينا المعنى هذا المدار وين، يا مدار أو يا حالة، فهنا عندنا مشكلة فيزيائية. ورد حسوني ورد. عفية كلكم أريد هذا الجواب، كلكم أريد هذا الجواب، راح نشوف تأثيرها أكثر بالمعادلة. خلي أكمل لك الملاحظات البقية، من أقول لك انطيني ملاحظات على هاي المعادلة، راح تجي شي تقول، تقول شوف هنا الطاقة تتناسب تناسبا عكسيا مع منو؟ مع مربع أبعاد الصندوق. شوف التناسب الأي، تذكرون من قلنا من صفر إلى أي أبعاد الصندوق؟ تتناسب عكسياً مع مربع أبعاد الصندوق، البقية كلها ثوابت، الأربعة ثابتة، الباي سكوير ثابت، الأتش بار سكوير، فما عندنا علاقة بالتناسب مع الثوابت، عندنا مع الأي سكوير تتناسب تناسباً عكسياً مع مربع أبعاد الصندوق. هاي ملاحظتين جداً مهمة على هاي المعادلة، يعني من تيجي تعرف هاي المعادلة define this equation، تقول هي معادلة الطاقة لجسيم في صندوق
للحالة المتهيجة الأولى first excited state وتتناسب عكسيا مع مربع أبعاد الصندوق. ما تذكر لي أنا الملاحظة الأولى لا يمكن اختصار الاثنين والأربعة هاي ما تذكر هاي إذا سألتك أنا تفسر لي إياها. أكو بعض الأساتذة ولدي يذكرها بس ما يذكر هذا المعنى الفيزيائي، وأكو بعض الأساتذة وشفت المحاضرات مختصرها وهذا خطأ شديد جدا جدا شديد، لا يمكن اختصارها بالمعنى الفيزيائي. واضح ولدي؟ شفت في بعض المحاضرات أن بعض الأساتذة أخواتنا يختصروها يدقها اختصار من فوق لجوه، وهذا لا يمكن. أنا هسه أقدر أختصر لك إياها بس لازم أدي لك بأمانة وأنطيك إياها وأفهمها. واضح ولدي؟ نرجع هاي الحالة المتهيجة الأولى مصطفى أو رضا مصطفى، الحالة المتهيجة الثانية شو تساوي لنا؟ إي اثنين إي ثلاثة، لأن إيش قد انطيناها ثلاثة من ربحها هنا وين من ربحها شو صير؟ تسعة باي سكوير اتش بار سكوير على هذا الثلاثة نين ام اي سكوير. إذا هذا كله ثابت، هذا كله ثابت واضح، والتسعة دنيها شوية طلعها لهنا هنا، هذا كله ثابت. الأربعة المفروض أنا أطلعها لهنا، طلعها شوية لهنا الأربعة، بس أنا لازمها وهو خطأ من عندي، لازم هنا شوية طلع الأربعة. إذا يعني من أقرأ هاي المعادلة الأولى أقول أربعة في مضروبة في هذا الثابت كله اللي هو باي سكوير اتش بار سكوير على 2 ام اي سكوير. هسه الحالة المتهيجة الثانية شلون أقرأها؟ أقول تسعة في باي سكوير اتش بار سكوير على 2 ام اي سكوير. هنا وضحت وضح المعنى الفيزيائي بصورة دقيقة جدا، يعني تسعة على 2 الجد ينطينا ينطينا أربعة ونص، فما من الممكن أخليها أربعة ونص ولدي. شوف شلون هنا ما ممكن أخليها، لأنه هنا راح تبرز عندنا ملاحظة جديدة وهي أنه الطاقة مكممة، يعني كل مستوي يأخذ حد محدد من الطاقة. المستوي الأول يأخذ واحد من هاي القيمة، المستوى الثاني يأخذ أربعة، الأربعة تدنى لهنا من تكتبها دنيها لهنا، أربعة من هاي القيمة الثابتة. المستوى المتهيج الثاني يأخذ تسعة من هذه القيمة، هذا المستوى أو هذا المستوى هذا، هذا يأخذ مثل تسعة، ما يأخذ تسعة وربع تسعة ونص أو تسعة إلا ربع تسعة إلا نص يعني ثمانية ونص سبعة، لا يأخذ تسعة فقط، تسعة إلا شوية ما يقبل. إذا محدد بهذه القيمة، إذا باوندري بهذه القيمة، إذا كوانتايزد مكمم بهذه القيمة، إلا رقم فت عليه، شلون البصمة بصمته بهذا المستوى هي التسعة، ما صرف تسعة وربع ولا، لذلك يسموه كوانتايزد، يسموه مكمم، يسموه باوندري كونديشن. واضح؟ يسموه كوانتايزد. أعيد الملاحظة، يسموه ليش كوانتايزد؟ لأن إلى بصمة، إلى قيمة محددة من الطاقة، لا يأخذ زيادة ولا يأخذ نقصان. يعني من تجي تقول مستوى ثالث يقول لي يأكل تسعة، يجوز تسعة إلكترون فولت، يجوز تسعة من هذا الثابت، أربعة من هذا الثابت، واحد من هذا الثابت. هاي افتهمنا؟ واضحة حسين؟ واضحة دكتور. عافية. البقية غفران واضحة؟ نعم دكتور. هاجر، فاطمة، عندي واضح زين، زينب واضح دكتور، زهراء نعم دكتور، عافية بارك الله بكم، شكرا جزيلا. هسه واضح اشتقاق الطاقة ولدي؟ نروح إلى موضوع آخر، ناخذ موضوع آخر حتى نختم محاضرتنا بهذا الموضوع. هذه المحاضرة، الموضوع هذا الجديد هو شنو الموضوع الجديد هذا؟ الموضوع الجديد خصائص الدالة الموجية للجسيم في صندوق. شنو خصائصها؟ اكتب ملاحظة، خصائص الدالة الموجية للجسيم في صندوق. ما هي خصائص الدالة الموجية للجسيم في صندوق؟ من خصائص الدالة الموجية للجسيم في صندوق إنها كل دالة موجية لمستوى محدد، يعني المستوى مثل المستوى الأرضي، المستوى الأرضي الدالة الموجية مالته الويف فانكشن
للمستوى الأرضي هي، انتبه لي، هي عيارية مع نفسها، عيارية مع منه؟ مع نفسها. واضح وليدي؟ عيارية مع نفسها. أنا أقول لك شلون، هسه راح أثبت لك إياها، هسه راح أثبت لك إياها. الجراوند ستيت، بيش يبدي دالة الجراوند ستيت؟ معادلة الدالة الموجة للجراوند ستيت هاي، شوف قبالك، جذر 2 على اي ساين باي اكس على اي، هاي الدالة الموجية للجراوند ستيت. تجي تقول لي شلون عياري؟ اقول لك بالجراوند ستيت الدالة ويا الظل مالتها عيارية، الدالة ويا نفسها يعني عيارية. يعني شنو عيارية؟ يعني القيمة تساوي لنا واحد نورماليزيشن، من اضربها بالتكامل تطلع لي واحد، بس ويا يعني ما طلعت لي متعامده، ما يصير تتعامد ويا الظل بنفس المستوى، صحيح يا مو صحيح؟ بينما ويا حاله اخرى يجوز احتمال تطلع لي اورثوغونال، متعامده ويا حاله اخرى، واضحه؟ هسه راح حسون يقول لي انا ما افتهمتها عياريه، اثبت لي اياها عياريه رياضيا. اقول له نجي بالحاله المتهيجه الاولى، شلون انه قلت انت عياريه نورماليزيشن؟ هاي شوف، اثبت ان الداله الموجيه لجسيم في صندوق الجهد وهي بحالتها، خذ هاي اول وحده الارضيه، اثبت ان الداله الموجيه لجسيم في صندوق الجهد وهي بحالتها الارضيه، عوف هاي البقيه ذنبي، وهي بحالتها الارضيه هي داله معيره، هي داله معيره، يعني prove that the wave function for particle in pucks particle the wave function particle in pucks with the ground state is normalization يعني معيرة. نجي شلون أثبتها معيرة؟ إذا ثبتها معيرة إذا أقول هذا أحد خصائص الدالة الموجية للجسيم في صندوق، وإذا ثبتتها مو معيرة أقول هذا ليس من خصائص الدالة الموجية للجسيم في صندوق. هسه أثبتها معيرة، العيارية شو اسمها بالإنجليزي؟ normalization. أجيب شرط النورماليزيشن، اتفقنا على شرط النورماليزيشن هذا، طبعا هذا كتكامل هنا، أنا ما طالع كتكامل هنا، أنا كتبوا ولدي لازم أكو تكامل هنا، واضح ولدي؟ حسوني نبه زملاء، اكو تكامل هنا، ما طالع بالاستنساخ، هنا تكامل، تكامل شرط العيارية بساي كونجوكيت فيليب ساي في الدي اكس يساوي واحد، ساي كونجوكيت فيليب ساي في الدي اكس يساوي، هذا متفقين عليه، تذكروه وقلت لكم شنو معنى النورماليزيشن. عندي تقولي ثاني، قلت الحالة الأرضية الابساي، هاي الابساي بالحاله الارضيه شو تساوي؟ الابساي جنرال مال الداله الموجيه للجسيم في جذر 2 على ساين ان باي اكس على اي، للحاله الارضيه اعطيها واحد، صارت ابساي 1 جذر 2 على اي ساين باي اكس على اي، اللي هي نفسها شو تساوي لي؟ الابساي كونجوكيت، لان الظل مالتها تساوي ابساي كونجوكيت، اجي اللي تساوي لنا ابساي كونجوكيت، اجي اطبق شرط عياريه هذا، شوفوا اجي التكامل اللي قلت لك كتبه تكامل حدود الصندوق من صفر الى اي، الابساي كونجوكيت اجي قيمتها، وين قيمتها؟ هي نفسها الظل مال الابساي، اكتبها جذر 2 على اي ساين باي اكس على اي في، هاي النقطه في، في الابساي وحدها اجي نفسها الابساي، هاي ابساي الا للحاله الارضيه، اكتبها جذر 2 ساين باي اكس على اي، نزلتها جذر 2 ساين باي اكس على اي في، هذا النقطة هاي في الدي اكس، هاي نزلتها الدي اكس يساوي، ما اقدر اخليها واحد، لا ما اخليها واحد، اشوفها تساوي واحد، اللي اريد اني اشوفها تساوي واحد، اذا ساوت واحد اقول عيارية، اذا ما ساوت واحد اقول مو عيارية، والواحد متفقين عليه 100%. نجي اصفي هاي ري... تكامل، تكامل من صفر الى ساين باي اكس في ساين باي اكس على اي، صارت ساين سكوير باي اكس على اي في الدي اكس، شوفوا هسه من صفر صارت حلوه يساوي، ثابته نزله 2 على اي
في ساين سكوير باي اكس على اي في الدي اكس اكو علاقه رياضيه، علاقه رياضيه، علاقه رياضيه مثلثيه. تقول شكو ساين سكوير، شكو ساين سكوير ما له علاقه بالزاويه، شكو ساين سكوير لزاويه معينه يساوي نصف في واحد ناقص كوساين ضعف الزاويه، هذا قانون رياضي. شكو ساين سكوير، شكو ساين سكوير من اريده كامله ارد على العلاقه المت يساوي نصف في واحد ناقص كوساين ضعف الزاويه. الزاويه اللي تبغى اذا تعيدها يا اخوان غير حقيقتك الساعد فيها زاوية هي باي اس على اي من اريد تكامل تكاملات حدود التكامل انزلها بابا نزلتها بس ان شاء الله عن اثنين اي يعني من البدايه لان شوي صار شت من قطع اثنين على اي اي نعم جذر اثنين على اي من ضربتها في هاي الثانيه جذر اثنين على اي ايش تساوي جذر اثنين في جذر اثنين يعني على ايش صارت ان اثنين على اي تتربع جذر ويبيع صحيح حسوني صحيح دكتور اشيلها هي اشيلها طلعها خارج التكامل طلعتها خارج التكامل صارت اثنين على اي ايش بقى انزل التكامل من صفر الى اي نزلتها من صفر الى اي بقى عندي الساين هاي الزاوية اصلها يقول يساوي نصف في واحد ماينس كوساين ضعف الزاوية عندما أريد تكامل ساين سكوير لزاوية معينة أرجع ساين سكوير إلى أصلها من علاقة رياضية العلاقة الرياضية إيش تساوي تقول نصف في واحد ماينس كوساين ضعف الزاوية الزاوية جد باي إكس على أي ضعفها جد اثنين باي إكس على أي شوفوا نصف واحد على اثنين في واحد ماينس كوساين ضعف الزاوية في الدي اكس بس هنا أنا أقدر أحلها أجي أشتغل على هاي صفتي هاي المعادلة اثنين على اي أنزلها اثنين على اي أنزلها نفسها قبل لا أنزل اثنين على اي شوفوها عندي هنا نص والنص مضروب بهذا القوس نص مضروب بهذا القوس شوفوا أدخل النص أول مرة على هذا القوس نصف على واحد صارت نص نص على هذا ينضرب بهذا أيضا النص واضح وليدي ينضرب هنا النص انتبه لوليدي هذا نص الاثنين تختصر وياها اثنين صارت واحد على اي نزلت واحد على اي واحد على في التكامل من صفر الى اي من هاي من اختصرتها يضل هنا الواحد الواحد مضروب في الدي اكس صار دي اكس شوفوا صار دي اكس الناقص هاي انزلها هاي علاقات رياضيه الناقص انزلها هاي الناقص اجي لهذا القوس الثاني هذا كله مضروب هنا الجد صفة من ناصفة واحد على اي مضروب في التكامل من صفر الى اي من صفر الى اي كوساين اثنين باي اكس على اي في الدي اكس اللي هو هذا هنا شوفوا تجي رأسا شفت الكوساين اثنين باي على اي تكاملها تعطيني ساين اعطيها صفر ويا ما اشوف هاي الحالة كوساين رأسا قيمتها تساوي صفر لان عندي باي اثنين باي ثلاثة باي صفر تكاملها كوساين من تكاملها كوساين راح تعطيني ساين تكامل مالتها ساين الباي صفر ساين اثنين باي صفر ساين ثلاثة باي صفر ساين أربعة باي صفر واضح فهاي رأسا دايركت أعطيها صفر هذا الحد بقى منه بقى بس هذا الحد هذا الحد شوفوا اللي كاملته هنا واحد على أي نزلته تكامل دي اكس اكس حدود التكامل من صفر إلى أي حدود الصندوق من صفر إلى أي الصفر يروح يعطيني أي هذا إذن صارت هنا صارت واحد على اي اللي هي واحد على اي الاي سطيت هاي اي ويا اي صارت واحد إذن الدالة normalization قسونا عيتها وضحة دكتور من يريد عيتها بابا من دكتور اي صوتي قطع ما فهمنا شو اسمك انت حبابة شو اسمك زينب بابا راح اعيدها بس انت شو تسوين حتى لو عدتها احتمال ما راح تفتهميها تخلين ورقه وقلم وتقولين منين جاب هاي الارقام دكتور هسه تقعد لهن لازم اطلع عده خطا طلعي لي خطا وجيب لي اياها انا اريد من اقول لك لازم هيك اي اني هسه من امشي وانا امشي على الدرج من يسال واحد او اقراها تعطيني اقراها ما افتهمها الا طلع ورقه وقلم هاي راد لها ورقه وقلم بنيتي
ولو كان صبر كان وضحتها أكثر. هسه أنا راح أعيدها مرة مرتين بس أنتوا أريد من عندكم ورقة وقلم. نرجع اللي راح أختم محاضرتنا بهاي. ثبت أن الدالة الموجية تسمى في صندوق الجهد وهي بحالتها الأرضية ground state إشبيها normalization عيارية. من قلت normalization أنزل عندي أول شرط شرط العيارية هذا قلنا كامل هنا كام اللي all space من ناقص ما نهاية زائد ما نبي يجي سين من صندوق صفر من صفر إلى أي psi conjugate flip psi في dx equal one شرط العيارية. أنا إيش قال؟ قال جسيم في صندوق. رأساً نجيب الدالة مال الجسيم في صندوق. هاي الدالة مال الجسيم في صندوق اللي اشتقت لكم هذه المحاضرة. قلت المن؟ قلت الحالة الأرضية. صفيها للحالة الأرضية. هاي حالة عامة. أطل N واحد. أطلتها لN واحد. وتساوي الضل مالتها. ساوت الضل مالتها. انتهت أول شرط. نزل الشرط العيارية ونزلت الدالة الموجية للجسيم في صندوق ونزلتها مو بس عامة. نزلتها حددتها للحالة الأرضية. قلت الساي 1. إبساي 1 واضح؟ بدي أدخلها بهذا حدود التكامل مال النورماليزيشن التكامل حدود صندوق من صفر إلى أي إبساي كونجوكيت الإبساي كونجوكيت هاي إبساي كونجوكيت هسا ذكرتها وتساوي إبساي كونجوكيت أنزلها شو ساوي جذر 2 على أي ساين باي إكس على أي هنا أنزلها اللي هي ناصر مكان هاي نزلتها هاي ليش مضروبة بعد مضروبة بالإبساي أجيب قيمة إبساي اللي هي هاي نفسها أضربها مرة الثانية في دوت في قيمة الإبساي ما تيهل هنا بعد بيمنا مضروبة مضروبة في الدي أكس أنزل الدي أكس أنزل الدي أكس اليساوي هاي ما خليها اليساوي ولا يساوى لأن أنا أريد أشوفها أنا أريد أثبت جاي اللي أثبت أثبت لياها تساوي واحد يوم ما تساوي واحد يجوز تطلع تساوي واحد ونص أقول معيارية يجوز تساوي واحد وربع أقول مو عيارية يجوز تساوي صفر أقول مو عيارية أدي أشوفها تساوي واحد أشتغل هنا كملت فيزيائية الدور تجي بس رياضيات ورقة قلم تفسر تقول هنا أنا تتنوى ضارع لها اشرح حدود بيها حدود مضاعفة كلها ضرب اشتغل اسلك بيها ضرب اضرب جذر اثنين علي في جذر اثنين علي صارت اثنين علي ثابت طلعها خارج التكامل حدود التكامل من صفر إلى أي لين صندوق أجي ساين الزاوية مساوية باي إكس على أي باي إكس على أي إذن صار ساين سكوير باي إكس على أي لأن مساوية الزاوية فمن حقي أضرب ضرب باي إكس الدي إكس هاي نزلت الدي إكس صارت الدي هاي المعادلة شوفوها هاي المعادلة اثنين على أي نزلتها يا بنت تعالي شلون تكامل لي تكامل ساين سكوير للزاوية يقولون الرياضات ما نقدر نكاملها هيك نرجعها لاصلها اصلها شو يقول ساين سكوير لزاويه معينه يساوي نصف في واحد ناقص كوساين الزاويه هي كوساين ضعف الزاويه الزاويه ايش قد باس على على اي صارت 2 باي على اي في الدي اس اشتغل على هاي اشتغل على هاي 2 على اي 2 ويا الواحد وين الاثنين صارت 1 على اي نزلتها 1 على اي هاي ايش بيها هاي بيها حدين بيها الواحد وبيها الكوساين وينضربا بي دي اكس ينضرب هذا الثابت بي الواحد من ينضرب بي دي اكس تصير دي اكس هذا ويا دي اكس نزلته ناقص نزلته الحد الثاني بيش ينضرب بي دي اكس اللي هو الحد الثاني كوساين 2 باي اكس على في دي اكس اجي اشتغل تكامل الحد الاول ثابت هذا واحد علي مضروب بالحد الاول من صفر الى اي الدي اكس تكامل هشني اكس نزلته اكس حدود التكامل من صفر الى اي ناقص واحد على اي نزلته تكامل هاي كوساين اثنين تكامل هاي شنو ساين ساين اثنين باي اكس على اي تقسيم الزاويه هذا قانون رياضي واضح ولا بس اني من اشوف هالساين اثنين باي اكس على 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 الزاويه على مساعده مشتقه الزاويه واضح ولدي من اشوف هالساين من اقول ساين باي صفر ساين 2 باي صفر ساين 3 انطيها صفر يساوي صفر هذا الحد كله راح يساوي صفر شوفوا اليدي شو بقى بقى هذا الحد اجي اشتغل على هذا الحد حدود التكامل منه اي صفر الصفر ما له قيمه مو ما له قيمه وانه صفر يطلع لي اعوض مكان الاكس اي صارت الاي ويا الاي يعني نزلت واحد على اي في اي اي ويا الاي بقت الواحد وتساوي واحد من طلعت لي تساوي واحد تحقق شرط العيارية وما تحقق قسيان تحقق عافية قيادة تحقق شرط العيارية إذا إيش أقول على هاي الدالة أقول نورماليزيشن
موجية لجسيم في صندوق بالحالة الأرضية هي عيارية. شنو معنى عيارية؟ اثبتها عيارية. اثبت لك يا هاي عيارية. حباب زينب اشتهمتيها؟ ورد عافية بابا. عندكم واجب راح اختم المحاضرة. عندكم واجب الحالة هسه خذتكم الحالة الأرضية، أنت تأخذ الحالة المتهيجة الأولى وتطبقها نفس هاي الحالة، شوف ليها عيارية ما عيارية، وتأخذ للحالة المتهيجة الثانية. إذن واجب الحالة المتهيجة الأولى والحالة المتهيجة الثانية بتحلوها نفس هذا الحل، يطلع لكم واحد يوم ما يطلع واحد تحلوه يطلع وتنطوه للهاني يجيب ليها الأسبوع القادم إن شاء الله مشافة وطيب هاني ويجيب لنا ياهين. اتفقنا ولدي؟ تمام دكتور. إن شاء الله دكتور. تمام دكتور واضح. يلا منو ما عدى واضح المحاضرة اليوم؟ شباب وهاي المحاضرة داخلة بالامتحان.